طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. السلام عليكم. دابا حنا جيت أنا كنت في الخدمة في الصباح، طلعت هنا جبرت الناس مرونة هنايا المخزن، تفاجأنا يا أخي ما عرفناش كيفاش. الناس برا جبنا السيد كان مطيح تما، والباب واحد الميكرو واحد الباب الموتور نهار تحت هنايا، واحد المرايا واحد الشنويه تحت تما، وصافي حنا موقع تفاجأنا يا أخي. تا واحد شي العواد المدرسة عاودوا من هنايا جبروا تما روسي مطيح في الباب، مطيح في الضرابي هنايا، الضرابي هنايا. ماشي جواز عنده كان ماشي دابا عاريان، فهمتي ماشي وصافي هذا الشارع عمري شفنا هذا الشارع هذا عاون هنا. سمعنا بلي ان سرقوا له شي، حاولوا يسرقوا له شي دراجه. دا والو دا والو الدراجه دا والو. واش هو كيعرفهم؟ واش دابا والله ما نعرف دابا واش هو كيعرفهم، يمكن الله ما عرف في الدار ولا وما دخلوا عليه، دخلوا عليه جبروا الراديو خدام، فهمتي هذيك الشيء باقي طري، فهمتي ماشي زعما ديك ثلاثة الليلة هذاك، فهمتي الناس هنا الناس الحومة هنا ما سمعوا حتى شي حاجة، هنا ما سمعوا حتى شي صداع لا والو. ها واش قال لك ما شفتي؟ قال لك جبرت ماشي قرعة تشرى والله ما عرف واش هذا الشيء. هذا السيد واش عنده أبناء؟ واش عنده جوج بنات، واحدة مزوجة واحدة مزوجاش، والمرأة ما كانتش هنايا، المرأة عاد عضايا مشى الوز عيطوا. شنو معروف على هذا السيد هذا؟ السيد دابا حنا ما سمعنا منه شي حاجة، فهمتي سيد. بالنسبة لهذا الحي واش كالم؟ واش فيه مشاكل؟ واش لا 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 عمري وقعت شي سرقة هنا؟ لا 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 لا، واحد المرة هنا شبر واحد إرهابي شحال هذي دابا شي ست شهور هذي مور هنايا. فهمتي الإحساس ديالكم بعد موقعة الجريمة؟ لا حنايا تفاجئنا هنايا والله تفاجئنا، فهمتي عمري دابا كيجي كل خوف دابا، فهمتي راهي كاين واحد التخوف ديال التخوف هاي بنا، فهمتي ما كنعرفش بنا، فهمتي الله يحفظ الصف، فهمتي بنا. بالنسبه للمطالب الساكنه ديال الحي بعد موقع المطالب ديالكم؟ انا دابا حنا هذيك الله اعلم يكون عنده المشاكل شي العاده، هو ما يمكنش يدخلوا على هذاك، فهمتي هنايا اغلى هنا الاغلبيه حتى كيسرقوا المواتر، فهمتي كيسرقوا المواتر هاي. الناس اللي كيسرقوا المواتر، فهمتي